السلام عليكم. كنت متوقع اني انتهيت من سلسلة السكاكين اليابانية من كولد ستيل، لكن اليوم ويانا سكين جديدة اللي اسمها ريكون تانتوم في جي وان سان مي، صناعة يابانية. هذا كرتون السكين قدامكم، وهذا الكود اللي حاب يبحث عنها بالكود. والحين راح اوريكم السكين وشنو يجي وياها. هذه العلبة ما في اي شيء ثاني، وهذه السكين. حجم السكين ممتاز، طبعا معروف عن التانتوم انه يعني مو استعمال عادي، يعتبر الاستعمال الشاق، مع اني انا ما احب الموديل التانتوم، لكن اعجبني للامانة تصميمها وحجمها والمقبض والمعدن والصناعة، بين قوسين اعجبني كل شيء فيها. السكين هذه في منها يجي ثلاث موديلات، في موديل قديم يجي لونه اسود معدنة AOS 8A، وهم في موديل يجي لونه اسود معدنة VG1، لان في شخص كلمني بالانستغرام او اليوتيوب ما اذكر، طلب مني اني اتأكد لان الموديل اللي عنده اذا كان VG1 او AOS 8، لانه شاريع لانه VG1، لكن للأسف طلع اللي موجود عنده AOS 8A، والشخص باي عليه على انه VG1. وعلى فكرة كلهم يجون صناعة يابانية، واللي ويانا اليوم هو اعلى درجة فيهم اللي هو VG1 سان مي. واعتقد انكم كلكم تعرفون جودة السان مي من تصويرات اليوتيوب، لو تكتبون عنها راح تشوفون عنها شيء خيالي. الامان فيها احسن من الاساركي اللي طاف الجعاب نفسه، لان كانت الاساركي اللي وردتكم اياها بالتصوير اللي طاف كانت صعبة اني اطلعها من الجعاب، وهذه راح اوريكم ان شاء الله تصميمها جودتها. هذه السكين وياكم، صناعة يابانية. اسحب الزوم عشان تشوفون تفاصيل اكثر. صناعة يابانية، المقبض مثل ما قلنا نفس مقبض الاس ار كي والماستر هانتر، واضحة فصلة المعدن بين بعض الفي جي 1 والمعدن الثاني. سمكها سكين، سمكها 5 ملي. طبعا راح الحين اوريكم مقارنة بينها بالحجم، بينها وبين الاس ار كي. طبعا حجمها ممتاز، لو تشوفون حجمها يعني كبير تقريبا بحدود الشبر النصل. وهذه الاس ار كي اللي وردتكم اياها بالتصوير السابق، وهم كلهم صناعة يابانية. راح اخلي عند المقبض كذي، لاحظوا يعني تقريبا اصبع الفرق، لكن الفرق بالسمك العرض النصل هني اعرض من الاسار كي. لكن الاسار كي اللي عرفت عنهم انهم يرغبونها اكثر كاستعمال، وانا متاكد هم الريكون تانتوم انها هم استعمال. يعني بالامانه يعني لو اجيب لكم السكينتين هذول، يعني انا متاكد ان اغلبكم راح يفضل الريكون تانتوم، يعني شكلها روعه للامانه. وعلى فكره في شحنه جديده واصله من كولد ستيل عند اخوي عطى العظمي بمحله بشويخ، ومجموعه طيبه للامانه، وانا اخذت منه هذه. ما اعتقد في حبه غيرها، لكن في هانتر ماستر موجود منها، في عندك تقريبا حبتين اعتقد اللي تكلمنا عنها، اللي ماستر هانتر اسف اللي تكلمنا عنها، هم بعد يجي معدنها ياباني وفي جي 1. لكن انا اليوم حبيت اوريكم للامانه هذه اجمل وحده شفتها كمعدن تانتوم، اسف كمعدن في جي 1 وتصميم تانتوم. وسماكتها خلينا نقارن السماكه لحظه، السماكه واحده، لكن لو تلاحظون الفرق مثلا حط النصر جنب بعض، لاحظوا الفرق لوين السماكة في التانتوم. يعني هذه تحمل الضرب الشاق والقوي أكثر من الاس ار كي، وهي أساسا مخصصة للأمور هذه. وهذا اللي عندي إن شاء الله اليوم، ويعطيكم العافية. ولا تنسون إن شاء الله الاشتراك والإعجاب ومتابعة المقاطع الثانية، وراح أحط لكم إن شاء الله الكود
كود السكين الريكون تانتوم اليو اي او اس 8 والفي جي 1 عشان ما حد يضيع اذا ناوي ياخذ الريكون تانتوم القديمه. وراح احط لكم ان شاء الله رابط اخوي عطى تحت رابط الانستغرام وتقدرون تواصلون عليه ويعطيكم العافيه.